أبطال رابعة ابتدائي، أهلا بيكم مع المراجعة النهائية من الوزارة ومن بنك المعرفة، أسئلة الوزارة وأسئلة بنك المعرفة. المراجعة بتاعة الرياضيات هتبقى إن شاء الله 8 حصص، ودي الحصة الأولى. نبدأ بالوحدة الأولى، القيمة المكانية. طبعا هناخد أسئلة بإجاباتها مع بعض، وفي نفس الوقت هنشرح جات إزاي. يعني أنت مش محتاج تذاكر أي حاجة غير المراجعة اللي إحنا بنقدمها. قارن الأعداد أدناه وضع دائرة حول العدد الأكبر. هنشوف كده نعرف إزاي العدد الأكبر من العدد الأصغر. 22999 و23410. عشان أشوف العدد ده أكبر ولا لأ، هشوف هعرف إزاي. أول حاجة هعد الأعداد، الأرقام بتاعتي. هنا عندي العدد ده فيه 5 أرقام وده فيه 5 أرقام. طيب دي أول حاجة بعد الأرقام، هشوف ده فيه كام رقم وده فيه كام رقم. لو هما الاتنين قد بعض بشوف خطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها بعمل ايه؟ بجيب بشوف الرقم من ناحية الشمال خالص اللي هنا، والرقم من ناحية الشمال اللي هنا، ده 2 وده 2، يبقى الاتنين هنا ايه قد بعض. بعد كده لو لقيتهم قد بعض يبقى اخش على الرقم اللي بعده اللي هو ادي هنا من ناحية الشمال دي، هنا 3 وهنا كام؟ 2. يبقى اذا انهي الرقم الاكبر؟ طبعا الرقم ده اللي هو 23410. ليه؟ لان 23000 اكتر من 22000. اهو انا بمشي خطوه خطوه، بعد الارقام، بعد كده اشوف الرقم، اول رقم على الشمال من هنا واول رقم على الشمال من هنا، لو هم قد بعض بخش على اللي بعده وهكذا. طب تعال نشوف اللي بعد، 131304 و111304. انا عندي هنا ده 6 ارقام وده 6 ارقام. طيب نمسك ناحيه الشمال، هنا واحد وهنا واحد، دول قد بعض. طب نخش على رقم بعده، هنا واحد وهنا 3، يبقى انهي الاكبر؟ طبعا اللي ناحيه اليمين الاكبر، يبقى 131304 هي اكبر من 111000 ايه 304. طب الرقم اللي بعده 4891، ودي 4890. هنا دول 4 ارقام ودول 4 ارقام، وهنا في 4 وهنا في 4. نخش على اللي بعده، هنا في 8 وهنا في 8، قد بعض برضه. نخش على اللي بعده، هنا في 9 وهنا في 9. خش على بعده، هنا في 0 وهنا في 1، هنا في 0 وهنا في 1، يبقى انا الاكبر طبعا الواحد، يبقى ناحيه، يبقى ده الرقم الايه الاكبر. تمام كده عرفنا بنعملها ازاي. ادينا راجعنا الدرس بتاع الاكبر من واصغر من، ويساوي في مسالتين اتنين مش محتاجين اي حاجه تانية. طيب كون اكبر عدد ممكن باستخدام الارقام 2 و8 و0 و4 و6. عايزين نكون اكبر عدد. طب نكون اكبر عدد ازاي؟ اول حاجه عشان اكون اكبر عدد بجيب اكبر رقم من على الشمال، اكبر رقم فيهم من على الشمال خالص. يعني اكبر رقم هنا ايه؟ طبعا 8. اللي بعديه بجيب الاصغر منه على طول، الاصغر منه على طول هنا في الارقام دي كام؟ 6. اهو 8 6. بعد كده الاصغر منه طبعا هنا 4، بعد كده الاصغر منه 2، بعد كده الاصغر منه 0. اديني كتبت ال6 ارقام هم، بس بترتيب ازاي؟ من الشمال لليمين، واكتب من الشمال اكبر رقم. طب ليه انا بعمل كده؟ لان الخانه اللي على الشمال دي تعتبر اكبر قيمه. اكبر ايه؟ قيمه. هنا بايه؟ هنا تعتبر الثمانيه دي ب 80000، فانا بقول هنا 86420، يبقى هنا الثمانيه ب 80000 والسته هنا ب 6000. فطبعا هنا ببدا من الشمال، بكون الرقم من الشمال. ليه؟ لان انا بجيب اكبر عدد، فطبعا الخانات اللي على الشمال كل ما تروح على الشمال كل ما بتروح ايه؟ كل ما بتزيد 10 اضعاف. يعني هنا الخانة الاحاد، خانة العشرات بعدها بتبقى بتزيد 10 اضعاف، اللي بعدها بتزيد 10 اضعاف، اللي بعدها بتزيد 10 اضعاف، اللي بعدها بتزيد 10 اضعاف وهكذا. تمام؟ طيب بعد كده كون اصغر عدد ممكن باستخدام الارقام 8 و8 و7 و5 و3 و1 6. طبعا عشان اكون اصغر رقم برضو بجيب من الشمال اصغر رقم، ابقى بعكس بقى. انا كنت بحط عشان اجيب اكبر رقم بحط اكبر رقم على الشمال، هنا بقى اجيب اصغر رقم. اصغر رقم كام؟ اللي هو هنا 1 اهو، اللي بعديه الاكبر منه على طول بحط 3، اللي بعديه هنا فين؟ اهو 5. برافو. بعد كده في ايه؟ 6. بعد كده في ايه؟ 7. بعد كده في 8 و8. يبقى انا هنا كونت ايه؟ اصغر عدد ممكن من الارقام دي. لو انا عايز اكبر عدد بقى اعكسهم، هجيب ال 8 في الشمال، 8 8 7 6 5 3 1. تمام؟ يبقى هنا عندي 1,356,788.
سهلة كده، ادينا عرفنا اهو درس بالكامل في مسألتين. طيب نيجي بعد كده عندنا سؤال تاني، يمكن وضع الرقم ايه مكان المربع لتكون الجملة الرياضية التالية صحيحة؟ ايه الجملة الرياضية دي؟ احنا هنا بيقول لك ايه؟ ان 6,201,351 اكبر من الرقم ده. طب انا هنا في الفراغ ده احط كام عشان يبقى الرقم اللي على الشمال ده اكبر من الرقم اللي على اليمين؟ تعال نجرب. هنا لو جبنا 3 طبعا لا، هنا 200 هتبقى 203، وهنا عندنا 201، يعني هنا واحد اهو في الخانه الفاضيه، هنا في 6 وهنا في 6 وهنا في 2 وهنا في 2 وهنا في 0 وهنا في 0. يبقى هنا القصه كلها فين؟ في الواحد اللي هو ده. انا عايز اجيب اللي قصاده هنا، يا ترى امتى ايه الاصغر من الواحد؟ طبعا الزيرو الاصغر من الواحد، فهنا حطيت ايه؟ زيرو. فهمتينها جت ازاي؟ طيب في الصيغه العدديه 6,201,351 اي رقم يقع في خانه احاد الالوف؟ تعال نشوف مع بعض. هنا الاحاد عشرات، مئات، الوف، عشرات الالوف، تمام، مئات الالوف، المليون، احاد المليون. يبقى هنا عندنا الواحد هنا في ايه؟ في عشرات الالوف. احاد، عشرات، مئات، احاد، الوف، واحد. يبقى هنا الواحد ايه؟ احاد، في خانه احاد الايه؟ احاد الالوف، تمام. طيب اي مما يلي يمثل رقما؟ يا ترى 10 و9 ولا 9 ولا 3005 ولا 3,214,605؟ طبعا رقم 9، احنا قلنا من الارقام من 1 لايه؟ ل 9، الارقام لغايه 9. طيب وبعد كده بيبقى عدد. اي مما يلي لا يعبر عن صيغه عدديه؟ طبعا ال 10 تعتبر صيغه عدديه، 4003 صيغه عدديه، الرقم ده كله 8,254,705 دي صيغه عدديه، لكن كلمه كتاب ليست عدد اصلا، دي كلمه لفظيه. طيب قيمه الرقم 9 في خانه عشرات الالوف، عشرات الالوف، التسعه هنا نمسك واحده واحده، عشرات الالوف، رقم 9 في خانه عشرات الالوف يبقى قيمته كام؟ هنا 9 في خانه عشرات يبقى 90، عشرات الالوف يبقى 90,000. فهو نمشي واحده واحده، 9 في خانه عشرات، عشرات يعني ايه؟ 9 تبقى 90، والالوف عشرات الالوف يبقى 90 تبقى ايه؟ 90,000. واخدين بالكم ماشيه ازاي؟ اهو في خانه عشرات الالوف تبقى 90,000. واعملها برضو ان انا بحط التسعه واحط جنبها قبلها كام؟ اربع اصفار، احاد، عشرات، مئات، احاد الالوف، عشرات الالوف. طيب بعد كده أربعة من مئات، أربعة من مئات الألوف تساوي كم أضعاف من أربعة من أحد الألوف؟ تعال نمشي واحدة واحدة. إحنا عندنا أول حاجة تمام، كل ما بنروح بنزود إيه؟ بنزود 10 أضعاف. هنا دي خانة الأحاد، خانة العشرات، خانة المئات، خانة الألوف، خانة أحد الألوف، خانة عشرات الألوف، خانة مئات الألوف. أدي خانة مئات الألوف اللي هنا اللي بيتكلم عنها أهو، كويس؟ أهي خانة مئات الألوف في الحتة دي في الجزء ده. ده خانة إيه؟ مئات الألوف. الأربعة من مئات الألوف سوى أضعاف إيه من أربعة من الأحاد؟ فين الأحاد الألوف هنا؟ أدي مئات الألوف، هنا في النص ده عشرات الألوف، هنا أحاد الألوف. يبقى كام ضعف؟ كل ما بنروح بنزود إيه؟ بنزود 10 أضعاف زي ما بنقول. يبقى كده احاد الالوف اللي بعدها على طول عشرات الالوف، هي على كده ايه؟ احاد الالوف. طبعا سوري، مئات الالوف. يبقى هنا مئات الالوف تعتبر اكبر ب 100 ضعف. ليه؟ لان الاربعه في احاد، في الاربعه في مئات مئات الالوف يبقى ب 400,000، لكن الاربعه في احاد الالوف ب 4,000. فضربتها في كام؟ في 100، في 100 ضعف. ال 4,000 لما اضربها، 4 احاد الالوف يعني 4,000، لما اضربها في 100 تدينا 400,000، يعني اربع مئات ايه؟ من مئات الالوف. طيب العدد 35,056، الرقم 5 الموجود في الالوف اللي هو ده، تمام، يساوي كام الرقم 5 الموجود في العشرات اللي هو ده؟ يساوي كام؟ يا ترى 10 اضعاف ولا 100 ضعف؟ احنا اهو الخمسه اللي في خانه العشرات، تمام، اللي بعدها الزيرو ده زاد عليها ب 10 اضعاف، يبقى اللي بعدها ب 100 ايه؟ كل ما بروح بزود صفر يا اولاد، يعني انا كل ما اروح ايه؟ بزود صفر، اللي بعديها ب 10، بعد كده بزود صفر تبقى ب 100، بعد كده بزود صفر تبقى ب 1000، بعد كده تبقى ب 10,000، كل ما بروح بزود له ايه؟ صفر، لان هنا الخمسه
اللي بعدها المفروض ايه؟ بتبقى ب 10 اضعاف، اللي بعدها خالص بزود صفر تاني تبقى ب 100 ايه؟ ب 100 ضعف. طيب 3 عشرات و5 احاد في 10، 3 عشرات بكام؟ ب 30 تمام، و5 احاد ب 5 يبقى 30 زائد 5 صح كده؟ يبقى 3 عشرات زائد 5 يبقى ايه؟ 30 زائد 5 بكام؟ ب 35، 35 بقى في 10 طبعا بحط لما باجي اضرب في 10 بزود صفر على طول، 35 في 10 ب 350 اهو، بس بصيت ازاي؟ بزود صفر، كل ما باجي اضرب في 10 بزود صفر، طب لو ضربت في 100 بزود صفرين، لو ضربت في 1000 بزود 3 اصفار، تمام؟ نيجي بعد كده اي مما يلي يساوي 100 مره من 42، 100 مره يعني ايه؟ يعني بضربها في كام؟ برافو عليكم، بضربها في 100 ولما اجي ازود ازود كام؟ ازود صفرين، يبقى ال 100 100 مره 240 42 يبقى ايه؟ يبقى 4200، لان حطيت لل 42 كام؟ صفرين، لان انا ضربتها في 100، لما بضرب في 100 بزود صفرين، ولما اضرب في 10 بزود صفر واحد، ولما بضرب في 1000 بزود 3 اصفار، خلي بالكم من الحته دي. طيب 100 100 100 100، طيب احنا عندنا واحده واحده، ال 100 كام؟ صفر، صفرين، ادي صفر وصفر. طيب ال 100 صفرين بضربها في 100 يعني بزود لها صفرين تاني، تمام؟ اهو بضربها في 100 يبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ تبقى 10000، 10000، تبقى 10 ايه؟ 1000. واحده واحده دي تاني 100 100، انا هنا عندي ال 100 فيها كام صفر؟ فيها صفرين. طب انا عايز 100 100 يعني انا اضربها في 100 فاروح مزود لها كام؟ صفرين، يبقى ايه؟ بيت واحد وجنبها اربع اصفار، يبقى عندي ايه؟ بيت 10000 يعني 10000، بيت 10 ايه؟ 10000. طيب الصيغه اللفظيه للعدد 1,217,305 هي الصيغه اللفظيه، طبعا الاولانيه رقم الف 1,127,000، طبعا هنا مش 27 هنا 217 يبقى دي غلط. رقم ب 1,721,000، مفيش هنا 721,000 مفيش. طيب 1,217,503، لا هنا اصلا مش 503 هنا 300 وايه؟ هنا 305، يبقى الصح ايه؟ 1,217,305 دي الصيغه العدديه المظبوطه اللي هي ج، تمام. طيب نيجي بعد كده الجزء اللي بعده، الصيغة الممتدة للعدد 32,605,214، نمسك واحدة واحدة من على الشمال، التلاتة تبقى كام؟ 30 مليون، ما هي دي 32 مليون، يبقى التلاتة بكام مليون؟ ب 30 مليون أهو، زائد 2 دي بكام مليون؟ ب 2 مليون، يبقى 2 مليون، الستة اللي بعدها ما هي دي 605,000، الستة بكام؟ ب 600,000، أدي 600,000، اللي بعدها الزيرو طبعا ملوش قيمة، يعني هنا كان مش موجود، هنا الخمسة، هنا 605,000، يبقى 5,000 يعني 5,000، أدي 5,000، 214، هنا الاتنين بقيمة كام؟ 200، يبقى الاتنين دي ب 200، بعدها 214، الواحد ده بإيه؟ ب 10، والأربعة في خانة الأحد إيه؟ بأربعة، تمام، أدي نوعية الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. الصيغة القياسية للعدد 6 مليار و205 مليون و401، واحدة واحدة، 6 مليار يبقى دي هنا 6 عندي، و205 مليون ادي 205 مليون، بعد كده و401، 401 هنا اصلا مش هينفع اكتبها هنا، ده هنا انا هنا 401 دي في خانة الايه؟ الاحاد والعشرات والمئات، الخانة الاولانية خالص، فهنا في خانة الالوف مش جايب حاجة، هو مش مليار مليون وبعد كده نط على طول على الخانة الايه؟ الاولانية، هو نسي هنا او مش نسي، هو مش عايز خانة الالوف خالص، يبقى نحط مكانها كام؟ اصفار، وطبعا الخانة عدتها خانة الالوف فيها كام واحد كام عدد؟ فيها ثلاث اعداد يعني ثلاث اصفار، تمام؟ يبقى 6,205,401. طيب السلايد اللي بعدها، تحليل الصيغه العدديه، احنا 67 مليون عارفين احنا بنحلل ازاي، 67 مليون 38,012، واحده واحده 67 مليون اهو 38,012، ناخدها واحده واحده تساوي كام بقى؟ السته طبعا، السته هنا بسته ايه؟ ب 60 مليون، يبقى 6 في 10 مليون ب 60 مليون، والسبعه هنا بكام؟ ب 7 مليون، يعني 7 في مليون،
طيب 38000، هنا التلاتة بكام؟ ب 30000، التلاتة يبقى تلاتة في 10000 ب 30000. بعد كده التمانية اللي هي 38000، يعني التمانية ب 8000، يعني تمانية في 1000، صح كده؟ ال 12 الواحد ده ب 10، يعني واحد في 10، والاتنين ب 2، يعني اتنين في كام؟ في واحد. نلاحظ كده اهو زي ما احنا ماشيين من الشمال لليمين. طيب العدد مليون، العدد سوري كام؟ يساوي 10 امثال من 100000. 100000 اللي بعدها كام؟ 10 امثال اضربها في 10، ادي 100000 اهو، ادي ال 100000 اهو اضربها في 10، يعني بزود له صفر، يبقى كام؟ يبقى مليون. يبقى العدد مليون بيساوي 10 امثال 100000. ادي انا بكتب، انا عشان بجيب الاضعاف في الحاجات دي كلها بكتب العدد وبعد كده بضربه في الامثال بتاعته، اللي هو ال 10 هنا، هنا 100000 ضربته في 10 زودت له صفر، يبقى ايه؟ هيطلع عندي ايه؟ مليون. تمام. طيب الجزء اللي بعده متكلم عن ضع دائرة حول الرمز المناسب لمقارنة الأعداد. مقارن الأعداد، هنا عندنا مليار 231 مليون 425 ألف 234، يا ترى أكبر من ولا أصغر من ولا يساوي مليار 321 ألف 454 ألف 321 مليون 454 ألف 435. طب احنا زي ما اتعلمنا نيجي من على الشمال خالص، كلهم قد بعض في الارقام في العدد، يعني هما هنا عندي 3 6 9 10 ارقام وهنا 10 ارقام، يبقى قد بعض في الايه؟ في عدد الارقام. نيجي بقى من الشمال، هنا واحد وهنا واحد، هنا 3 وهنا 2، يبقى هنا اللي على الشمال ايه؟ هو الاكبر، يبقى هنا اكبر من. طيب 17 مليون و425 ألف، 17 مليون و425 ألف و605، هنا نمشي واحدة واحدة، 27 مليون أهو، هنا إيه؟ بيقول لك 30 مليون، أولنا في على الشمال، يبقى هنا، هنا 27 مليون لكن هنا 30 مليون، يبقى هنا الإيه؟ هنا الأكبر اللي على الشمال. طيب 5 مليار 193 مليون 492 ألف 500، هنا 5 مليار، هنا 5 مليار ماشي، و300 مليون لكن هي هنا 193 مليون بس، لكن هنا ايه؟ 300 مليون، يعني هنا 300، 3 هنا فيها 3 لكن هنا فيها ايه؟ 1 هنا، و300 مليون لكن هنا 193 مليون بس، يبقى طبعا اللي على الشمال هو الايه؟ هو الاكبر. تمام. بعد كده رتب تصاعديا، رتب تصاعديا واحده واحده مع بعض، هنا نمشي واحدة واحدة مع بعضينا، ناخد العدد ده 78 ألف 78 مليون و90 ألف 121، هنا كتبناه زي ما هو عشان ما فيهوش مشكلة. تمام. طيب اللي بعده 461 ألف 121، كتبناه زي ما هو مفيهوش مشكلة. 4 مليار و600 ألف و6، يبقى نكتبها بالأرقام، 4 مليار أهو و600 ألف، هنا في خمت المليون إيه؟ ما جابش حاجة، بنحطها أصفار، تلات أصفار، و600 ألف وستة اهو، وستة بس. طيب بعد كده هنا الصيغة الممتدة هنا او الصيغة التحليلية، ستة في 10 مليون يبقى 60 ايه؟ 60 مليون. بعد كده 3 في 10، 3 في 10 بايه؟ طبعا في 3 في 10 بايه؟ ب 30، ده دي اللي هي اصلا لوحدها. بعد كده هنا 5 في 100 الف ب 500 الف، و9 في 100000 ب 900000. طب نبدأ بخانة المليون، يبقى 60 مليون بعد كده 500000 بعد كده 930، نبتدي بقى ايه؟ نرتبهم بقى عندنا، نبدأ هنا طبعا اكبر عدد عندنا، اكبر عدد ارقام اللي فيه ارقام كتير، اللي فيه اكبر ارقام طبعا ده اللي هو ايه؟ 4 مليار، هنا مفيش 4، مفيش مليارات هنا في الخانة التانية، دي أول رقم يبقى 4 مليار. بعد كده نخش على الملايين بقى، هنا اللي بعديها عندنا هنا 60 مليون وعندنا هنا 78 مليون، يبقى 78 مليون الإيه؟ الأول لأنه الأكبر. بعد كده برضه إحنا لسه في الملايين، في 60 مليون، يجي بعدها 60 مليون، اللي بعدها هتبقى عندنا 461000 و121. تمام؟ بسيطة، واحدة ناخدها واحدة واحدة، نحول كل الأرقام وبعد كده نشتغل بقى على إيه؟ نجيب من أول المليار وبعد كده المليون وبعد كده الإيه؟ مئات الألوف وهكذا. تمام؟ طيب أجب عما يلي، ازداد ارتفاع طائرة بمقدار 2721، يعني الطائرة اترفعت لفوق
ب 2721 مترا. قرب العدد لاقرب 1000. طبعا احنا عشان نيجي نقرب يا اولاد نجيب من الاقرب 1000، يعني نيجي في خانه الالوف ونبص للي قبلها، لو هي 5 فما اكبر نزود اللي خانه الالوف بواحد، لو هي اصغر من الخمسه ما نزودش خالص، نشيلهم ونحط مكانهم كلهم اصفار. هذا هنا الاثنين دي خانه الالوف، قبلها 7، يبقى هنا ايه الاثنين دي تبقى 3، والباقي كله ايه تتحط ايه اصفار، يبقى 3000. طيب يعيش عدد من النمل يبلغ 23386 في المستعمره الف، قرب هذا العدد لاقرب 10000. فين خانه 10000 هنا يا اولاد؟ خانه ال 10000 اللي هي الاثنين. طب قبلها كام؟ 3. طب ما 3 دي قبل يعني اصغر من الخمسه، يبقى ال 3 دي تبقى صفر واللي قبلها كله يبقى صفار، يبقى الاثنين تنزل زي ما هي، وال 3 تبقى صفر، وال 3 الثانيه تبقى صفر، وال 8 تبقى صفر، وال 6 تبقى صفر، يبقى ايه؟ تبقى 20. 20 ايه؟ تبقى 20000. طيب اخر جزء معانا هنا، اكمل كل مما يلي لتحصل على اجابه صحيحه. العدد 32,254,587، عايز اقرب مليون، باجي في خانه الايه؟ خانه المليون. تمام؟ في خانه المليون لاقرب مليون، هنا 32 مليون. طيب هنا طبعا الاثنين هنا خانه الايه؟ المليون، طبعا قبلها 2 تاني، يبقى مش هنزودها حاجه، ويبقى ايه هنا عندنا 32 مليون زي ما هي، ونحط كله اللي قبلها كله ايه اصفار، بقت 32 مليون من غير الكسور التامه. 20 100، ال 20 100 يعني كام؟ يعني 100، يعني 20 بضربها في 100 او 100 بضربها في 20. ال 20 ال 20 100 بكام؟ طبعا ب 2000، لان ال 20 100 معناها ان 20 بضربها في 100 او 100 بضربها في 20. طب لو قلنا 20 بضربها في 100 بزود لها صفرين، يبقى ايه؟ يبقى ب 2000. تمام؟ طيب تقدير العدد 269,587 من خلال أول رقم من اليسار، أهو بقدره من خلال أول رقم من اليسار اللي هو إيه؟ الاتنين. طبعًا لما بعمل تقدير بروح إيه؟ جايب آخر رقم من اليسار اللي هو اتنين زي ما هو، واللي قبليه كله بعمل إيه؟ بحط صفار، يبقى هنا هتبقى إيه؟ 200,000، عشان أنا لما بقدر العدد التقدير غير التقريب. التقدير ان انا بقدره كده يعني ايه عشوائي، فبجيب اخر رقم من على الشمال واللي قبليه كله بحطه ايه؟ بحط صفار. الصيغه القياسيه للعدد 403,005، 403,005 اهو كده. طبعا 403,005 ايه؟ دي 403,005. تمام؟ 403,000 اهي، والخمسة اهي، بس خلي بالك ان كل خانة عندي فيها 3 ارقام، خانة الاحاد، وبعد كده خانة الالوف، وبعد كده خانة طبعا خانة المليون وخانة المليون، كل جزء منهم فيه ايه؟ فيه 3 ارقام. بكده نكون خلصنا المراجعة على الوحدة الاولى، القيمة المكانية. ان شاء الله دي الحصة الاولى، اشوفكم ان شاء الله في الحصة الثانية. احنا قلنا ان المراجعة 8 حصص، وهنشر لكم، ما تنسوش تشتركوا بس في القناة وتكتبوا كومنت عشان تقولوا لنا رأيكم ايه، واحنا هننزل لكم طبعا الحاجة دي PDF وصور على الفيسبوك ان شاء الله. واتمنى لكم كل التوفيق، وتابعونا على الفيسبوك وعلى قناة اليوتيوب وعلى قناة التليجرام Learning for the Future. بتمنى لكم كل التوفيق، واشوفكم في الحصة الجاية ان شاء الله وباقي المواد. تصبحوا على خير.